ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ما بعد ولا ليال وتلامنتي دمانتينا حدنا وحان فضلي إنان مؤسسة الهدى أن مارتي ميشان أن أجيريو إيو أهل كيدا إيو ديتكي كدن بيوي دمانتو دا ديتكي حولي جيليوي أفكار إيو حولي بجيليوي إنان ميشان ودو أينو أونا مارتي جهدو وميشان أنك موجنو إيو مرتدي نوتمت أو مارتي أوين يهي شيخنا شيخ عبد الرشيد السوفي أو كي من ملفق السجن إلى قصود وين قصيدة إيو مرتد للصوت دمان توضا إيو مارتي يعني مسؤولين تينا أو مقال المنديرة أوين يهي الحاج محمد آدم خليف مركا دجي سوان. نشكر مولانا العظيم بحمده بنعمائه العظمى علينا قد تمت، فشكرا للتوفيق لنا كل عامنا بإقامة حفل الذكر العظيم للأمة، وشكرا منديرا رحبت بضيوفك بترحيب هار في القدوم بل هل إقامة. خرجت جموع لترحيب شيخنا ابن الصوفي ومن جاءوا ضيوفا بالمعية. خرجت جموع لترحيب شيخنا ابن الصوفي ومن جاءوا ضيوفا بالمعية، وباستقبال شيخنا حاكم بلادنا محمد بن آدم كان في الطليعة. وباستقبال شيخنا حاكم بلادنا محمد بن آدم كان في الطليعة ضيوف وسلطان جموع غفيرة، كذاك المشايخ جميعا في الوجاهة جنود كثيرة عساكر جمة، فقد كانوا كلهم جميعا في الحراسة وحفل من شأنه شمل شتاتنا ويجعل كل الناس يكون بالفرحة. حفل يكرم كتاب إلهنا، كذاك يكرم الحفاظ بالهدية، وأمدحوا مشرف التسابق كلهم، ومن الصوفي رئيسهم كذاك البقية. أرحب موكب الأمير محمد هو والي منديرا مرحبا بالتحية، كذاك كل الأعيان مسؤول بلادنا جميعا نرحب هيا بالحفلة. فشكرا للإخوة أعدوا لنا حفلا فلله درهم جاءوا بالفرحة، وأعني ابن موسى جميع إخوانه منصور هدى الخير ومن خير الأمة. فشكرا للإخوة أعدوا لنا حفلا فلله درهم جاءوا بالفرحة، وأعني ابن موسى جميع إخوانه منصور هذا الخير هدي الخير ومن خير الإخوة. مؤسسة الهدى قد قلت مباركا، سيروا أبنائي وأنا في الأهبة، فأنا ومن تحتي لخدمة ديننا كذاك كتاب رب الأرض كذاك والسنة، فأنا ومن تحتي لخدمة ديننا كتاب رب الأرض كذاك والسنة، سخرت أموالي لخدمة مدارس ونجو للمولى جميعا بالجنة. وهذا التسابق للأعوام كلها فزت ورب الخلق حللت في القمة، وتحتي
مدارس وتحت مراكز وأعدادها طرا مراكز عشرتي مركز أبو بكر سهر محمد وأبي بن كعب شيخ القراءة ومنصوبا للخطاب خليفة أحمد ومركز ذي النورين خير الخليفة وخاتم القرآن وابن مسعود والهدى ومركز مصعب المرسول للطيبة ومركز القرآن الفرقان عليهما تدور رحى العلم في كل قرية مراكز أهلها تجار سخاؤها يبدو التنافس من بين الغرابة مؤسسة الهدى هديت بلا شك وهذه المراكز تحتك قد نمت أعلامك رفرفت بمن بين كلها ولله درك سيري بالسلامة مراكز شأنها بتحفيظ النشأة كتابا مباركا من رب الخليقة كتابا من يتلو منير سبيله سبيلا إلى العلا إلى كل رفعة مراكز كالنجوم ضاع سناؤها بنور كتاب الله في كل بقعة فأكرم بقوم فبالله قد أكرموا كلام رب الناس في كل رقبة ربي قد اختار قلوب أبنائكم تكون وعاء للقرآن والسنة وحروفا من النور حازت شفاههم وقد فاه مسك ذاك في كل بقعة رفعتم كتاب الله فوق رؤوسكم تجدون عند الله أكرم بأجرتي حملتم كتاب الله بجهد وقوة بمال وأفكار وسهر بليلتي بدءا بكتاتيب ودكس ومدارس وذاك قد أثمر كأول غرسة بنيتم صروح العلم بالعلم والتقى لتبنوا أجيالا كالجبال في الهمة رأيت تنافس رجال هدى الخير وكل يحبذ يكون في الطليعة رجال الله بذلتم أمالكم كعبد الصراط حقا قد مضت كنتم وربي خالق الكون كله حظا وقدوة وتحفيز الأمة بنو ويتانا سيروا دوما على هذا سننتم طريق الخير يدعو للغبطة بنو ويتانا سيروا دوما على هذا سننتم طريق الخير يدعو للغبطة وحولي جموع للقرآن توافدت وكل يستعذب ترتيل الحلاوة تسيل دموعهم تلين قلوبهم سماع آي من قرآن وحكمة وجاءوا وهاجروا أوطانا ليسمعوا تلاوات عاطرة ومن فم النشأة حضرتم حفل القرآن أهلا ومرحبا فليس على الدنيا أعلى بالجملة أيا ربي ألبسنا حللا بكتابك وأصلح لنا شأنا واقبل بدعوتي أيا ربي اجعله بلاغا للرحمة في الدنيا وفي الأخرى نعيما في الجنة صلاة وتسليما وأزكى تحية على المصطفى المختار خير البرية كلا الآل والأصحاب أولو فضيلة ومن فاز في الدنيا بأحسن صحبتي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.